السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما تخطينا الاي كلاود وفتحنا الشبكة لجهاز ايفون 7، الآن بدنا نعمل جيل بريك للتليفون. بناء على طلبكم بدنا نعمل طريقة عمل الجيل بريك. يا ريت في البداية تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس. يا ريت يا جماعة تشتركوا بالقناة، لأنه نسبة اللي مشتركين بالقناة 10% من المتابعين، يعني فقط 10% من الناس اللي بيشاهدوا الفيديوهات مشتركين. فيا ريت انك تشترك عشان نقدر نكمل في هذا المحتوى. وانتم عارفين هاي الادوات كل فتره بتوقف، واحنا اي اداه بتنزل جديده بنبلغكم فيها مباشره عشان نضل على تواصل ونضل متشجعين انه ننزل فيديوهات دائم. زي ما انتم شايفين جهاز فاتح وما عليه اي كلاود، والجهاز فاتح وانتم شفتوا في الفيديو السابق هذا الجهاز اللي فتحناه شبكة. هاي بطلب الكود تبع البطاقة. جهاز فتح معنا شبكة بشكل كامل، والآن بدنا نعمل له جيل بريك. الأداة اللي راح أشتغل عليها، الأداة أصلا مدفوعة، ولكن الجيل بريك فيها مجاني. ولكن الجيل بريك في هاي الأداة مجاني. راح أترك لك رابط تحميلها موجود بالوصف. بتفوت على خيار جيل بريك، ثاني خيار بس تفتح الأداة. أداة سهل التعامل معها جدا. بطلع عندك الواجهة هاي لما تضغط على الجيل بريك، وهنا بتضغط على جيل بريك أي أو إس 15 16. مجرد ما ضغطت التليفون راح يطفي ويدخل في وضع الريكفري مود. دخل في وضع ريكفري مود. بمسك التليفون بدي ادخله بوضع الديفيو مود. باجي هون بكبس ستارت وبضغط على خفض الصوت والباور، بعدها بشيل ايدي عن الباور. هيك دخل معي في وضع الجيل بريك. زي ما انتم شايفين بلش الجهاز ياخد الجيل بريك لوحده. يشتغل لحاله يا جماعة، ما في أسهل من هيك. تخيلوا أنتوا قديش راح ياخد وقت لغاية ما يشتغل التليفون. التليفون بلش يعد. خلص. بدي أورجيكم الشاشة خلص. أكيد شفتوها يعني من الزاوية بينت معكم. على كل حال يعني تطلعوا السرعة اللي فتح فيها الجهاز. هلا كمان مرة نرجع نعمل له ستارت كمان مرة. بدخل على الريكفري، برجع بكبس ستارت مع بشيل ايدي على الباور. ويبلش كما انتم شايفين الجهاز بلش ياخد. في الجهاز هاي المرة الثانية يا جماعة شو صار عندنا هون على الجيل بريك؟ صار يس. هيك جهاز مأكتف، والجهاز البطاقة زي ما انتم شايفين هي بيطلب مني البطاقة، يعني بقرأ البطاقة. وهي الجهاز زي ما انتم شايفين هون الجيل بريك اوكي يس، اخذ جيل بريك. بالنسبة للشبكة
برضو 4G، يعني هاي الشبكة قارئة هون يا جماعة، هاي كبرت لكم إياها قدر المستطاع يا جماعة. ها 4G لايت، هي 4G لايت. طبعا يا جماعة بعد ما فتح يعني خلص أموره تمام جيل بريك، في شغلة مهمة نسيت أحكيها في الفيديو السابق اللي فتحنا فيه الجهاز بالشبكة، اللي هي الأداة كيف بدك تتواصل مع الأونر، كيف بدك تشحن وشو نظام الشحن عندهم. هون عندك الأداة، في عندك يعني هاي من عند أباوت، في عندك هون التليجرام، في عندك هون الموقع تبعهم، وهي الرقم التليفون، وهي الواتساب تقدر تتواصل معهم على الواتساب أو التليجرام وتطلب. في عندك اشتراك سنوي، عدد أجهزة مفتوح لمدة سنة، وفي اشتراك 3 شهور، وفي اشتراك 6 شهور. هذا في حال بدك اشتراكات، إذا كنت صاحب محل وأنت بدك يعني اشتراك لمحلك. طبعا فيها كمان يعني في لغاية الآن ما أجانا جهاز نعمل باك أب، بس للي يعني اللي بكون عليه قفل، اللي عليه قفل برضه بتفكه هاي الأداة مجاني بدون اشتراك. والجيل بريك فيها برضه مجاني بدون اشتراك، بس الرام ديسك فيها مدفوع. يعني زي ما شايفين هاي عليها صح، هنا أنا اشتريت لجهاز واحد. الجهاز إذا بدك تعمل جهاز واحد فقط $5، يعني بتدفع له $5 بفعل لك، تبعت له هذا الكود وهو بفعل لك اياها عليه بعد 10 دقائق، هيك 15 يعني ربع ساعة بفعل لك اياها. بتعمل جهازك، شفتوا طريقة الفيديو الاول اللي نزلته، سهلة جدا، بتعرف لك كل التعريفات، ما بتتغلب زي الادوات الثانية، لازم يكون التعريف عندك 100%، ولازم ولازم ولازم. هاي الاداة يعني سهلة جدا بالتعامل معها. الجهاز اللي انت بتشتريه الكود تبعه باي وقت رجع سكر، الجهاز مدفوع، فانت اي لحظه بتقدر ترجع تفتحه على الادرس. يعني هذا الرقم هذا بتشتريه للجهاز مره واحده، يعني سكر معك مرتين ثلاثه اربعه عشره، تعملهم يعني بكل مره بتفتح الجهاز بدون ما ترجع تدفع كمان مره، يعني الدفع مره واحده فقط. زي ما حكيت لكم، وفي فيديوهات برضه شرح هون، وهي قناة التليجرام، قناة التليجرام عليها صفحات الادمن، في صفحة الاستفسارات والعروض، وفي صفحة اللي هي عشان تشتري الخدمة. هون بتتواصلوا وبتقدروا معهم برضو من طريق الواتساب هون، او بتسحب الكود للواتساب وبتتواصل معهم. يا ريت يا جماعة انه ما ننسى، نتعب في الفيديوهات وبدور لكم على كل اشي بقدر عليه، وانتم عارفين هاي الادوات مش دائمة، ادوات بتوقف شغل وبنزل ادوات جديدة، لانه هذا تحديثات دائمة ودائما عليها تغيير، واي تحديث جديد بتلاقي كل الادوات وقفت وبطلت تشتغل، عشان نضل ننزل نفس المحتوى ونضل ننزل لكم ادوات جديدة. يا ريت تدعمونا بالاشتراك بالقناة والتفاعل على القناة، وتشتركوا بجروب التليجرام. برضو في اي استفسار، اي اشي متصعب معك، تبعت لنا صورة على الجروب، بساعدك، الناس الموجودة بتساعدك. وبس، نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.